نفسي اعرف زيكم الاول، نفسي اعرف الناس اللي زعلانه ان احنا ما كسبناش ماتش السنغال امبارح زعلانه ليه؟ هتيجي تقول لي يا يوسف احنا برضو كنا نفسنا ان احنا نكسب. بص يا عم، واحده واحده كده. الفوز طعمه حلو طبعا، مفيش اي اختلاف. هنختلف على دي ازاي؟ اي فوز طبعا طعمه حلو، ولا يعادل طعم الفوز والنجاح اي طعم اخر. لكن انت لعبت كويس قوي ولا لا؟ بذلت كل جهدك ولا لا؟ عملت اللي عليك في الماتشات اللي فاتت ولا لا؟ خد بالك، انت تقريبا الفرقه الوحيده اللي شاركت في البطوله دي كل ماتشاتها اربع اشواط. كل ماتشاتك اربع اشواط، يعني اللعيبه بتوعك طاقتهم يعني كادت ان تستنفذ خلاص. طيب بص الناحيه الثانيه، السنغال كل ماتشاتهم شوطين، مش بس كده، واخد يوم راحة زيادة، اللي هو يعني ايه، ناس نازلة بقى ايه تنقنق. وبالرغم من ذلك كانوا عاملين كماشات ومقفلين، ويعني عملوا اللي عشان خاطر يقدروا يواجهوا الفراعنة المصريين. وبالرغم من ذلك خد بالك بقى، الماتش الشوطين الاولانيين 0-0، الاشواط اللي اتعملت بتاعه الوقت بدل الضايع 0-0، كسبوا بايه؟ بركلات الجزاء الترجيحيه. خلاص بقى، دي بيبقى فيها منها جزء برضو حظ، ما هياش حرفانه قوي يعني. وعليه ما تزعلش ولا حاجه، ولا تبوز ولا كلام من ده خالص خالص خالص، بل بالعكس، الفريق بتاعنا انا مصر على انه ده اقوى فريق ظهر في تاريخ الكره المصريه من ساعه ما بدات، واكتر فريق قادر على التحمل والمجهود، وأعلى معدل لياقة بدنية شفناه في الكرة المصرية هي الفرقة دي. كيروش عمل اللي عليه؟ اه عمل اللي عليه وزيادة. احنا بقى نقعد نقول ايه، طب يا ترى هل كيروش ما خلاش مثلا ليه صلاح يشوط في ركلات الجزاء؟ عنده اسبابه وعنده رؤيته ونبقى نتناقش، لكن ما نوجهش بقى السهام على طول للاغتيال المعنوي لكيروش، واصل مش عارف فلان عمل ايه، واصل ايه. ابو جبل عمل اللي بصراحة، واد واد مية مية، حاجة زي الفل. أنا ما شفتش حد في فرقة امبارح ما لعبش حلو، ما شفتش لعب حلو، لياقة عالية، تحمل، ضغط نفسي. يا راجل ده كفاية الضغط النفسي بتاع تحكيم المباريات اللي فاتت. تحكيم امبارح كان لذيذ معقول، ما أنا واحد من أنا يعني مش بتكلم على المحللين، أنا المتواضع جدا شايف إنه كان تحكيم كويس عادي يعني، ماشي الحياه، مش ازمه، مش مستاء منه يعني، ما حسيتش انه متحامل علينا يعني. كويس، لكن في النهايه احنا عملنا اللي عليه. طيب لازم تشوف ازاي كمان العالم العربي شايف انه مصر تمثل العرب في هذه البطوله، وازاي بيشجعوا الفرقه المصري، ازاي بيشجعوا منتخب مصر، علشان بس كلمه مصر، ودي كلمه كبيره قوي 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 ان كنتم لا تعلمون. الأشقاء في فلسطين يتزحموا لتشجيع المنتخب المصري. الصور دي من قطاع غزة على سبيل المثال، الناس نزلت من بيوتها قعدت على القهاوي كأنهم في مصر بالظبط، عشان يقعدوا يتفرجوا على القنوات اللي بتعرض الماتش. وبعدين انت بقى مش شايف مثلا ايه القهوة قاعد فيها ولا الكافيتيريا قاعد فيها اتنين تلاتة اطلاقا، واضح انها مليانة عن بكرة ابيها، والعالم المصري مرفوع. في النهاية هو شعب واحد، رياضة واحدة، القلب عند الكل. صدقني هتلاقي دايما القلب مصري. حاجة تانية خالص، مصر لما بتلعب بيبقى الوضع مختلف تماما. عشان ليه؟ لأنه مصر دي كبيرة، كبيرة عند الكل، كبيرة عند كل المجتمع العربي من المحيط الأطلنطي وحتى الخليج العربي والحدود العراقية. خلونا ناخد معانا على التليفون أحد أجمل وأحب لعيبة مصر إلى نفسي، كابتن ربيع ياسين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق. ازيك يا كابتن؟ ازيك استاذ حضرتك، ازيك صحتك؟ عامل إيه؟ كله تمام؟ كله تمام، منور وموفق. لحد دلوقتي احنا بنتقابل صدفة، بس ما اتقابلناش في البرنامج، لازم نتقابل. أنت أخويا العزيز تحت أمرك. لا ده أنا أتشرف دايما يا كابتن، ربنا يخليك يا رب. وموفق دايما. يا رب جميعا. إيه رأيك في ماتش امبارح يا كابتن؟ وإيه رأيك في المنتخب بتاعنا امبارح؟ لا، منتخب عمل اللي عليه طبعا، بطوله قويه جدا، وقدم بطوله قويه جدا. منتخب مصر يا استاذ تصنفه دايما يبقى من الاربعه الكبار، وحش بادائه ومش عارف سيء،
لما بيدخل في اجواء البطوله وبعد الادوار الاولى بتظهر انياب وشخصيه وقدرات لعيب منتخب مصر وحياتك. فقدموا مباراه رائعه، عملوا اللي عليهم، حاولوا. كان ممكن امبارح ربنا يوفقنا في ضربات الجزاء ما فيش فيها خالص وده وارد، لكن رجاله كسبنا حاجات ايجابيات كتيره جميلة. الوطنيه، بص وطنيه اللعيبه دي لما بيبكوا امبارح على الخساره وحبهم وانتمام لبلدهم، ده اكبر فوز في البطوله بحياتك. كله عامل عليه الحب طبعا، الوجوه الجديده، ان احنا نكسب اربع منتخبات بحجم اربع منتخبات كبار، كامر وكوتيفوار المغرب بحياتك. فقدموا بصراحه، بنشكرهم ونقول لهم بيشرفتونا، وان شاء الله باذن الله تعالى ربنا يسعدكم في الماتش القادم مع تصفيات كاس العالم، وان شاء الله انتم قادرين مع المدير الفني ان انتوا تنصروا كاس العالم بمشيئه الله تعالى وبالرجوله وبالاداء، كل شيء يبقى كويس ان شاء الله تعالى باذن الله. نصيحه يقدمها كابتن ربيع ياسين للعيبه المنتخب المصري، وايضا نصيحه كده همسه في الودن لكيروش. كيروش حضرتك لازم يقدم برنامج قوي يا استاذ يوسف يحضر بيه المنتخب لماتشين السنغال، لان فرقه السنغال فرقه كبيره تملك قدرات مهاريه وبدنيه وخططيه على اعلى مستوى. لعيبه بص امبارح حضرتك بيتقلوا الكوره من تلت لتلت لتلت، مفيش تطفيش. عندهم سيستم رائع ويملكوا قدرات، دي حقيقه. فاحنا لازم نعمل حساب لفرقه السنغال كويس قوي فنيا ده بس، ويقدم برنامج قوي لازم يستعد بيه لماتشين السنغال. لازم برنامج قوي بالنسبه لكارلوس كولوش. انما اللعيبه طبعا التركيز، الالتزام، الحب، الترابط، الوطنيه بامر الله تعالى. ان شاء الله باذن الله تعالى هدفنا ان احنا نسعد ال 100 مليون عشان باذن الله تعالى، واحنا في ظهرهم طبعا، وان شاء الله يفرحونا ويوصلوا كاس عالم ويعوضونا عن امبارح ان شاء الله باذن الله. مش هفوت انه يبقى معنا كابتن ربيع ياسين، واحد من كبار نجوم الاهلي، وما نسالوش على توقعاته الماتش الاهلي اللي جاي قدام البرازيل ان شاء الله بكره ان شاء الله. الاهلي طبعا اتمنى له التوفيق، الاهلي بمن حضر، الاهلي كبير، الاهلي يملك الامكانيات، الاهلي فريق كبير، الاهلي عنده قدرات بيقدر يكسب بيها، وعنده لعيبه على اعلى مستوى، وعنده خبرات كبيره جدا، وعنده ثقه، ويملك جوانب بدنيه ومهنيه وخططيه ونفسيه وذهنيه. انا من وجهه نظري طبعا الماتش مش سهل، الماتش في الملعب، لكن اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله، يكسب ان شاء الله ويسعدنا زي ما ساعدنا في المباراه الاولى، ويكمل على خير بمشيئه الله تعالى ان شاء الله باذن الله. يا كابتن الف شكر ليك، نشكرك ونشوفك باذن الله في البرنامج بقى كده قريب باذن الله. خليني، لا خلاص، ما احنا قفلنا خلاص مع كابتن ربيع ياسين. اشكرك مره ثانيه كابتن ربيع ياسين. خليني بس عايز اقول لك حاجه، الرياضه هي ملهاش كبير عشان بس تبقى فاهم، يعني ما فيش حاجة اسمها التوقعات المرئية للماتش. تطلع القصة عبارة عن فرقة أي لعبة جماعية، أو تطلع القصة على لعبة فردية، فلان أو فلانة بيلعب في لعبته الفردية، فأنت تبقى شايف أنه بالتأكيد 100% هيفوز، فلما ما يفوزش فأنت تزعل. المسألة ما فيهاش كده خالص خالص. هرجعك تاني، المنتخب ده عمل اللي ما يعمل. المنتخب ده لعب في ظروف صعبة جداً، ظروف يومية شديدة الصعوبة، ضغط نفسي، الجو حر، رطوبة عالية جدا. تيجي تقولي دي الإعداد، هم مستعدين ومعمل لهم إعداد كويس وزي الفل. حلو؟ طيب، اتنين، احنا بنتكلم على لعيبة تم إنهاكهم في الماتشات الأربعة اللي لعبوها. وبالرغم من ذلك احنا شفنا أداء عظيم. احنا معانا كابتن محمد حشيش؟ الله. كابتن محمد حشيش نجم الاهلي ومصر السابق، ازيك يا كابتن؟ اهلا يوسف، عامل ايه؟ ازيك؟ وحشني. الله يخليك، انت كمان والله كتير. يا رب يخليك. ايه رايك في المنتخب امبارح؟ ولو حابب يعني تقول لي ايه اكتر حاجه لفتت نظرك في اداء اللعيبه، واكتر لعيب غير ابو جبل، اكتر لعيب عجبك؟ بص طبعا يعني امبارح طبعا رغم ان احنا يعني الناس كلها طبعا زعلت لضياع البطوله، انما احنا كسبنا صدقني منتخب يعني كبير، ومنتخب يعني عمل الصعب كله من البدايه. يعني لو نرجع بالذاكره كده، الناس كلها من اول كاس العرب وبدايه بقى من البطوله الافريقيه، كان كل الناس بصراحه فقد الامل ان احنا ممكن
يعني نعمل خطوة مثلا في البطولة سواء أداء أو نتيجة. واتفاجئنا طبعا بمباراة نيجيريا في الأول، أكدت الإحساسات بتاعتنا يعني. إنما بعد كده الحقيقة لقينا المنتخب بيتدرج في المستوى وبيعلى بالمستوى إلى أن وصل طبعا لدور ال 16 مع كوت ديفوار. دي كانت نقطة الانطلاق للمنتخب بقى. حلو. أداء رجولي قتالي، بيلعب مع فرق يعني. أنا عايز أقول لك حاجة، المنتخب ده يعتبر لعب 4 نهائي، لما تلعب كوت ديفوار والمغرب والكاميرون والسنغال اللي هم الفرق كلها المرشحة للبطولة، وتأدي معاهم بالأداء ده وتلعب 120 دقيقة في الماتشات كلها غير ضربات الجزاء، بالاسترس الجامد على اللعيبة، بالمجهود الغير عالي غير عادي يعني كل ده كان صعب جدا جدا لأي فرقة تعمله. يعني لو لاحظنا حتى المنتخبات التانية كان طريقها سهل مش زينا، لعبوا فرق يعني نص نص 50% 60%. انت بتقابل 4 فرق يعني على مستوى عالي كلهم محترفين. فده يمكن اللي طفى النار شويه امبارح بعد خساره البطوله، ان انت ما تقدرش تقول اللعيبه دي اثرت، وده كان اهم حاجه. حلو. كان اهم حاجه بالنسبه للمصريين ان يحسوا ان اللعيبه رجاله في الملعب. طبعا في بعض الاخطاء اللي لازم نتداركها، عشان الاهم زي هو ايه؟ التصفيات. زي ايه يا كابتن؟ اولا يعني الاختيارات من البدايه كان لازم يعني نعمل تحسب للحاجات اللي حصلت، زي مثلا النقص العددي في بعض المراكز. زي مثلا الباك رايت، انت خسرت اكرم. ما تلعب عمر، برضه عمر اساسا من البدايه مش باك رايت، انما هو لعبها في البطوله العربيه. برضه لا يكفي، لان كل لعيب في الملعب يوسف بيبقى له عدلته اللي بيتميز فيها. فانت لما تخسر الاساسي والبديل بتاعه، وبعدين تخش تجيب لعيب من نص الملعب امام عاشور يلعب في ناحيه الباك رايت، فدي كان برغم انه ادى اداء كويس مع لعيب طبعا من احسن اللعيبه في البطوله وفي العالم، تتحسب له. بس انت لازم يكون عندك برضو يعني اختيارات احسن من كده واوقع من كده. عندك مثلا يعني انا بقول ان منتخب مصر الاداء الرجولي اللي على مدار المباريات دي كلها كان يميل للدفاع، انت بتامن دفاعك كويس، انما الثلث الهجومي انت ما عندكش صنع الهجمات اللي توصلك وتتيح لك فرص للتهديد. يعني حته 3 ديفندرات دي يعني برضو صعبه، دفاعيا كويسه، انما هجوميا مهمه جدا جدا، وخصوصا في المباراه الجايه مثلا مباراه السنغال اللي رايح جاي. انت على الاقل مباراه مصر مش هتنزل تامن الدفاع، انت عايز تهاجم وعايز تحرز اهداف عشان الماتش الثاني. فممكن تجيب لعيب ديفندر قوي او تلعب باثنين ديفندر، بس لازم معاهم صانع العاب. لو هنقول عبد الله ما يستحملش الحته دي نتيجه للسن والمجهود والكلام ده، طب انت لازم تختار الفتره اللي جايه عنصر شاب شويه قادر ان هو يعمل لك حته صانع الالعاب. طيب اللي هو يحصل الربط ما بين المدافعين والمجهود. اخيرا يا كابتن، مين اكتر لاعب لفت نظرك امبارح؟ بص انا عجبني طول البطوله طبعا محمد عبد المنعم وفتوح. حلو. الاثنين على مستوى عالي جدا. طبعا ابو جبل تفوق على نفسه، يعني حاجه مذهل ما شاء الله عليه، حاجه منتهى الابداع. الراجل كمان الصعوبه انه ما كانش بيلعب خالص، حتى اخر فتره في نادي الزمالك ما كانش بيلعب. غريبه فيلعب في الظروف الصعبه دي ومع فرق زي دي ويعمل المستوى الغير عادي، دي حاجه طبعا كبيره جدا. حلو. انما فتوح ومحمد عبد المنعم دول اكتشاف البطوله الافريقيه. عاش. انا بشكرك جدا كابتن محمد حشيش نجم الاهلي ومصر السابق. خلونا كمان نستقبل معانا على التليفون كابتن ايمن يونس نجم الزمالك والمنتخب السابق، صديقي العزيز. ازيك يا كابتن؟ يا يوسف ازيك؟ وحشني، اخبارك ايه؟ ومتالق في عمليه ان انت بتحصد
حصاد البطولة الأفريقية. بحاول خدني جنبك. لا 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 لا، انت خلاص داخل على مرحلة الملاعب خلاص. لا 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 خالص، الملاعب ليها عمالقتها زي حضرتك يا كابتن. لا 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 بالعكس، انت متألق في الحوار واسلوب الحوار والمناقشة، الله يخليك ويعني شايف فيك ميول رياضية رائعة بصراحة. مش كده، يلا بقى نشق طريقنا بقى. كابتن أيمن، قول لي تعليقك ايه على ماتش امبارح، وتأخذ ايه على الماتش، تقول لو كنا عملنا كذا او في المستقبل خلونا نصلح واحد واثنين وثلاثة. خلينا نتفق ان كل الناس اتكلمت ومعظم الناس اتكلمت زي بعض، بس في كلام بالنسبة لك لازم تقف عنده ما يفوتش من يوسف الحسيني. اللعيبة رجالة، كلمة حلوة بس يدل عن اللعيبة بتجتهد بشخصها بدون خطط معينة واضحة، وده مدلول مختلف. لازم تبتدي تفكر في الكلام اللي بيتقال لك وتشوفه من منظور ثاني. انت لما بتيجي تقيس مثلا ماتش السنغال انت بتشوفه على 3 ماتشات. لا، هم اقوى منك. طب ازاي انت تبقى اقوى منهم؟ ازاي تخلي الحظ او عنصر التوفيق يكون معاك؟ اللي كان السيناريو اللي انت اخترته تلعب بيه الماتش امبارح كان غلط. انت راجل بتلعب 3 ماتشات 120 دقيقه، تقوم تطول الماتش الرابع، المفروض كنت انت اللي تبتدي ضاغط عليهم وتحاول تحطهم في نص ملعبهم، لكن انت استسلمت للضغوط بتاعتهم وفضلت تدافع تدافع تدافع، وكل يقول ابطال ابو جبل نجم البطوله. ده معناها ايه بالنسبه لك؟ ان انت فرقه بتدافع جامد. اكتر 2 3 لعيبه مميزين، وكل متفق، عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، حجازي لو موجود، ابو الفتوح رائع، كل متفق، الونش رائع، ده دليل ان انت افكارك كلها دفاعيه. كان لازم يبقى هجومي اكثر شراسه. طب نبقى هجومي ازاي؟ يبقى لازم يبقى فيه هيت كوتش ليه تاثير على الجماعيه بتاعه الفرقه. هل ده موجود؟ لا، على طول عمليه التحول الهجومي عاميه، منطقه عاميه، منطقه كلها اجتهادات امبارح ظهرت قوي بالضغط بتاع السنغال. يعني هنا ما هو الملعب في مناطق بتاعه اللعيبه وفي مناطق بتاعه المدير الفني. المدير الفني بتقيسه على الكرات الثابته اللي حوالينا 18 فاولات، الكورنر، حتى الاوتات، حتى عمليه طلوع الكره من الخلف للامام. هنا بتقيس الهيد كوتش درجه تاثيره على الفريق قد ايه. ده كان موجود؟ لا مش موجود. يبقى درجات تاثير كيروش على جماعيه منتخب مصر لم تكتمل بعد. احنا ما بنغلطش ولا بنزعل ولا بنزعل حد، احنا بننتقد لصالح بلدنا وعايزين كيروش يبقى احسن واحد. احنا بنحلل علشان نطلع لقدام، ليس الا. بالظبط، احنا نقدنا نقد بناء. هل كيروش ليه تاثير على جمعيه واداء المنتخب القومي؟ عفوا لا. وده وكل كلامكم كده يا جماعه، الناس كلها بتتكلم بنفس الطريقه، ابطال ورجاله، لعيبه مكافحه، الله، بس لعيبه ما عندهاش خطط، لعيبه بتجتهد، الولاد دول هم اللي وصلوا الفاينل مش الهيد كوتش معاهم. طب ده بيخليني بسأل سؤال يا كابتن، كلام مفقوده بتاعت محمد صلاح من غير ما اعرف، وانا بكلمك باحساس اللاعب السابق، وقعدوا اتفقوا وتعهدوا ان هم ما يخذلوش الشعب المصري. صح، فكانت العمليه كلها مبنيه على احاسيس وطنيه واحاسيس رجوله واحاسيس كفاح، لكن فنيات كره قليله. معقوله فرقه دخل فينا جونين؟ اه طبعا بندافع كويس قوي. طب ده انت جاي في 7 ماتشات 4 تجوان. طب انا عايز اسال حاجه يا كابتن. انا امبارح كنت بقعد اسال مع نفسي، هو ليه امبارح صلاح ما او يعني كراش ما خلاش صلاح يشوط في البنالتيز؟ لا لا، دي مناطق بتبقى حسب كل الماتش، بيبقى حسب رغبه المدير الفني. كلمه ضربات الجزاء بتبقى مرتبطه ارتباط كامل باللاعب وبهو عايز ايه. دايما الاول والخامس بيبقى لهم تاثير في نتيجه المباراه. الا لو انت اللعيبه اللي في النص، يعني ما انت اللعيبه اللي ضيعت ما هي جابت قبل كده. فبلاش نقعد ندور في كلمه لو وما كان صلاح عمل وما كان. بص ده كلام كله، ما تزعلش مني يا يوسف، تضييع وقت في عالم الكوره. لعيب خد قرار خطوط، انا ترتيب الثالث، انا موافق، دخل شوط ضيع، خلصت. كان زي محمد صلاح لما مره دخل كسبك بضربه جزاء، لما مره مش عارف ما وصلوش حتى ضربات الجزاء، كسبنا ان ابو جبل صد مرتين. بص عايزين نعدي ماتشين السنغال، انا ما بحبش التهديد الزياده عن اللزوم، لعيبه رجاله وابطال ومحترمين وفوق راسنا، بس التحدي خسروه نهائي بطوله افريقيا، ليهم كامل احترامهم، وده كان مهم.
انك تحترم لعيبتك وتحس انهم رجاله وادوا اللي عليهم، وده عنصر مهم جدا. لكن هتعمل ايه في الماتشين اللي جايين؟ السنغال اقوى منك، السنغال اقوى منك. بتعد ازاي؟ تفكر ازاي؟ لازم تكون مختلف، لازم التفكير واسلوب التفكير يكون مختلف، لان احنا شفنا عندهم مناطق قوه شمال يمين اقوياء، عمق قوي جدا، حارس مرمى مميز، نص ملعب ما خلاش نص الملعب بتاعك يعدي نص الملعب. ماني قعد يعني هرب من امام عاشور وتحرر وجري ودخل الملعب، ضاع منه ضاع منهم فرص كتيره. خلينا نتكلم، واحنا ضاع مننا فرص باجتهادات فرديه كتيره. بص الفرق، هم ضاع منهم فرص باسلوب جماعي، وانت ضاع منك فرص فرديه، اجتهادات فرديه، مهارات محمد صلاح ضاعت منه فرصه، مش عارف مين، لكن مفيش جماعيه في اللعب، مفيش جماعيه في التحول. كيروش محتاج يراجع كيروش، كيروش محتاج يذاكر كيروش يشتغل ازاي مع المنتخب القومي. انا مش بتكلم على اسماء، اللعيبه كلهم فوق راسنا رجاله. فاهمك. لكن لو احنا كده ضد السنغال ثلاث ماتشات مش هتكسبها. هتقول لي اصل هم جايين مرهقين، ومش جايين مرهقين، حلو قوي، يبقى ده عنصر نقدر نبني عليه التشجيع النفسي للعيبه. انت لازم الاول تقنع لعيبك ان هو يكسب. فلما تقول لهم ان انتوا جايين من ثلاث ماتشات ولعبتوا ماتش اكسترا تايم، رغم ان انا كان فكري ان كيروش هيستغل اول نص ساعه ان يحاول يجيب فيها جون عشان يغير شكل الماتش، لكن هو عمل عكس كده تماما وفضل ملتزم دفاعيا، وده سبب لك ضغوط غير عاديه طول الماتش. انت قاعد طول الماتش، اتحدى لو قلبك ما كانش فوق ال 80 و85 دقه في الدقيقه، على طول قلبك بيرزع فوق من كتر ما انت مخضوض وخايف. فكيروش كان ليه تاثير. طب كيروش يصلح ده ازاي؟ عندنا امكانيات لعيبه، عندنا امكانيات لعيبه. طب انا بقى عكس الناس كلها يقول لك اللعيبه دي محترفه ومتهزين معسكرات كتيره، لا، اللعيبه بتاعت منتخب مصر عايز تكسب تتغلب. اول حاجه يوسف الحسيني معايا بنتكلم في روشيتا، لا، محتاجين معسكر بمده لا تقل عن ثلاث اسابيع قبل المباراه. حلو الكلام ده. بشكل واضح لازم يتم دراسه كل عناصر لعيبه السنغال من المنتخب المصري، اللعيبه والكيروش، بشكل مستمر، بشكل ان هم يحفظوهم على ظهرهم. ولازم يتجهز كل الافكار، اثنين ثلاثه سيناريو في دماغ كيروش، سواء الماتش الاولاني او الماتش الثاني، ما تتلخبطش. يعني ما خلصت الماتش الاولاني بنتيجه وتلاقي نفسك اتلخبطت وبتدور على لعيب ثاني في مكان ثاني. لازم تحضر السيناريو بتاعك، لازم تحضره بشكل واضح وصريح، الماتش الاولاني والماتش الثاني، واي مستجدات لازم تكون حاسبها. طب يبقى عايزين معسكر، لان كل الكلام اللي طالع، لا هم الاسبوعين اللي قبل الماتش، لا هم ال10 ايام، لا اللعيبه لا لا اللعيبه المحترفه تيجي. احنا عندنا مين محترف؟ صلاح وتريزيجيه والنني ومرموش والنني واحمد حجازي. لا انا بقيت اللعيبه معسكر عندي شهر. هو انتوا عايزين توصلوا كاس العالم غير كده؟ مش هتقدروا. لازم معسكر، ولازم دراسه جديه على المنتخب السنغالي. لازم تقدر تجهز نفسك بشكل ممتاز. اولا عمر كمال عبد الواحد لاعب رائع، اكرم توفيق اصابه قاسيه، عمر كمال من اكتشافات باك رايت منتخب مصر المرحله الجايه، الوحيد اللي عنده سبرنت، الوحيد اللي بيقدر يعمل كروس عكسي قوي، الوحيد اللي بيعرف يكمل جنب صلاح من غير ما يضايق صلاح. يعني كان رائع. لعيبه منتخب مصر كلهم بصراحه مميزين، وزي ما اتكلمنا عن يعني عمر كمال خطف عينك. يا نهار ابيض، عمر كمال، لا، خط الدفاع وحارس المرمى وحارسي المرمى، يعني خط الدفاع وحارسي المرمى دول شالونا في البطوله. نص الملعب بصراحه كان مربك، عملوا ماتش رائع، ماتش المغرب. لكن لعبوا شوط كويس في ماتش كوت ديفوار من الاربعه، ولعبوا اربع اشواط سيئه جدا في ماتش السنغال، ومش ذنبهم. تاني انا اوعى تهرب منك، كيروش محتاج يعرف يتعامل بشكل مختلف مع اللعيبه، يوظفهم بشكل مختلف، محتاج ان هو يلاقي الشفره بتاعتهم ان يطلع احسن حاجه عندهم. لكن لعبتنا عندها حاجات كتير، بس الجمعيه بتاعتهم ضعيفه. يعني انا في رايي لسه كيروش قاعد عمال بيذاكر اللعيبه بتوعنا، يعني هو ذاكرهم شويه في البطوله العربيه، وذاكر شويه في واحنا بنلعب الاربع ماتشات اللي فاتوا، فهو لسه فده ما لكش حل غير تديله معسكر طويل مع اللعيبه. انا اتفق جدا في مساله معسكر طويل صارم مغلق، لحد داخل ولا حد خارج، ولا حد خارج،
وانا ما عنديش حمل كمان لعيب في الفتره دي يجيله كورونا ولا لعيب مش عارف يحصل له ايه. انت كل حساباتك بقت ضيقه، انت عندك لعيبه قليله 16 17 لعيبه اللي تقدر تلعب بيهم الماتشين، فانت لازم تحافظ على اللعيب. فاذا خلينا نتفق، هارد لك لمصر رجاله الولاد ورائعين وشرفونا وشرفوا كل الكلام الرائع ده انا بحبه، وصلاح بصراحه كابتن بمعنى الكلمه. عجبني امبارح عمل ادوار غير عاديه. انا في حاجات ضدها كمان ومكسوف اقولها، بس انا يعني لو قلت لك قد تتصدم فيا. لا ما بتصدمش، حد يتصدم في الزمالك؟ الله. لا انا 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 مثلا الناس كلها هجمت الحكم بكاري جسامه، واعضاء الاتحاد استجابوا للسوشيال ميديا، والاتحاد الكره بعت جواب رسمي للاتحاد الافريقي بيقول له مش عايز بكاري جسامه يحكم لي ان مشكوك فيه. مش هو ده اللي اتبعت بالظبط؟ ايوه. اولا لما حكم بيدي انذار او بيدي طرد اللاعب ما بيرجعش فيه. الاتحاد الافريقي لما بيطلع قرار بحكم ان هو يحكم مباراه ما بيرجعش فيه، يا اما كل بقى بلد كانت هتقول لك انا مش عايزه وانا عايزه والكلام ده كله. صحيح. فاذا انت بكاري جسامه كمان اخر ماتش مع الكونغو انت كسبان، واخر ماتشات الماتش اللي اتغلب فيه الاهلي يستحق كان يتغلب، الماتش اللي اتغلب فيه الزمالك كان يستحق يتغلب، ملهوش تدخلات، ممكن ليه غلطه في كورنر في اوت، كلام كله ليس له تاثير. عمليه التشويه اللي طلعت عليه هل دي مقبوله؟ يعني انت ترضى بني ادم قدام بلده يتقال عليه ان هو غير موثوق فيه؟ بتتكلم على شرفه، على امانته، على ال 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 انه حكم، انت بتهين كل حاجه فيه ان انت بتقول انا برفضه. انت يا اخي البعد الانساني وانت بتكتبها كده تقدر تتكتب عليك مثلا يا يوسف ان حد يقول لك انت لا تصلح تكون اعلامي او لا يصلح ان يكون محلل؟ مش دي توجع؟ والله هقول لك بجد بامانه شديده، انا عجبني اللي عمله الاتحاد، مع ان انا مش من الناس اللي يعني تشجع الاتحاد قوي يعني، بس اللي عمله ده هي تعليمه سياسيه لو صح التعبير، مش تعليمه يعني توجيه، يعني علمنا عليه. هو غتت بصراحه يعني، انا مش قادر اشوف في ادائه غير انه راجل غتت بصراحه، غتت جدا. لا 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 انت هو في ماتش مصر كان غتت بالظبط. الحاجه الثانيه انا ما عنديش مشكله، انا معاك، بس انا ما عنديش مشكله انه حد يطلع يقول يوسف لا يصلح يبقى مذيع، هو حر. انت اهنت راجل في شرفه، المفروض يضحك لك في مهنته. وطبعا التصرفات بتاعه كيروش في الماتش ده على فاول او اوت وان يقعد ويدعي ويجري كانت كلها غير مقبوله في عرف كره القدم. ما ينفعش يا جماعه نشوف الغلط انه صح، ما ينفعش يا جماعه نشوف كده. انت اهنت بني ادم اهانه قاسيه، احنا اتضغط علينا نفسيا وبعدين تيجي تقول فاحنا ضغطنا عليه. لا انا ارفض كلام بقى، انا علمت عليه والكلام ده كله. هو احنا حصل علينا ضغط نفسي اكتر مما يجب واكتر مما يكون مسموح في الرياضه من الكل، من الكل. لا لا واحنا كان لازم احنا كمان نضغط. لا لا برضه دي راجع لك فيها، انتوا بتتكلم على سامويل ايتو لما قال حرب ومش حرب والكلام ده كله. طب وما احنا بنقول للاعبتنا ايه؟ شدوا حيلكم يا رجاله. لا يا بابا هنموت نفسنا. موقعها النهارده رجاله جنود مصر بتلعب، هنموت نفسنا، حربنا نكسبها النهارده. لا يا حبيبي ده بيتقال في الاوضه. لا ما نغلطش يا جماعه. هو انت عايز تسمو الايتو واحد؟ هو ثانيه واحده 2019 رجع ذاكره يوسف الحسين الورد، رجعني 2019 المنتخب المصري على ارضه وسط جمهوره اداء سيء سلبي، تم اقاله مين؟ الاتحاد. صح ولا لا؟ ايوه. وقدموا استقالتهم وتم اقالتهم بمعنى اصح. طيب الله، هو سمو لقيته راجل عايز يكسب البطوله على ارضه حقه، وراجل عايز يحفز لعيبته حقه، ما غلطش في حد، عنده حلم. بنعايرهم بفقرهم؟ لا لا طبعا. أولى. لا طبعا. اللعيبه بتاعت مصر ومقدمين برامج وناس لا 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 لا, لا ما يصحش. براميل الترشي هنعاير افريقيا؟ ما احنا افارقه يا جماعه كلنا طبعا افارقه. لا 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 عيب قوي، عيب قوي. لا لا. يا يوسف المعايره والامور اللي زي كده اكبر عيب، والواحد لازم يتحفظ على اي شكل من اشكال ان حد يضغط على دوله او يتحدث على وضعها الاجتماعي او الانساني او الاقتصادي، لانه ده بالنسبه لي انا بقى يوسف بالظبط كانك بتتكلم على شكل ولون وجنس وعرق وديانه وبتاع، ده شيء مرفوض. دي حقيقتنا احنا، احنا افارقه اصلنا يعني. في افريقيا مفيش غير جنوب افريقيا مصر، هم بلاد ماسكه نفسها رياضيا، وده نتيجه عوامل كتير مختلفه. بقيه افريقيا كلها فقيره ولا يعيبها فقرها،
بل احنا بنحترمه. انا احترمت كم ولقيته ان في عز الفقر صمم وعمل بطوله امم افريقيا وقال لك من البلاد دي طلع عمالقه العالم، ما طلع فيها صلاح وطلع دروجبا وطلع ايتو وطلع نجوم العالم كله من افريقيا الفقيره دي. فما نقعدش نتريق ونهين، وانا ما بحبش الحاجات دي بصراحه، وانا اسف ان انا بكلمك بره القوسين اللي انت حطيتهم ماتش مصر والسنغال، لا بس لا ده اللي بشوفه. فانا بقول تحيه لا لقيته ان هو بطل وان هو صمم حتى الاتحاد الدولي وقال هعمل البطوله اللي لازم تتعمل ونفذها في حدود قدراته وامكانياته ولا يعيبهم. لا بالعكس ما يعيبهمش، عارف يعني انا من وجهه نظري انه يا سلام لو قدرنا. صح انا ايه؟ انت كسبت الكاميرا. اه شفت رد فعل الجمهور؟ اه شفت الادب، ناس لطيفه جدا. الافارقه دول ناس بسيطه جميله. لا اصل انا عاشرت افارقه من وانا في ثانوي، يعني ليا اصدقاء كانوا معايا في المدرسه كانوا اهاليهم بعثات دبلوماسيه افريقيه موجوده في مصر، فانا عاشرتهم اصحاب حتى هذه اللحظه، يعني ثانوي وجامعه وشغل فيما بعد ذلك وهكذا. عارف التركيبه، اجمل خلق الله، ده رايي الدائم وكل الناس اللي عارفاني عارفه كده، اجمل خلق الله واكثرهم شرفا. انت متفق معايا تماما طبعا. في حاجات احنا كبار افريقيا يا يوسف، الكبار معلش بقى عفوا هقول لك الجمله اللي وجع قلبي، احنا الكبار مش بق طبعا، الكبار تصرفات طبعا. الكبير لما يبعت يجين حكم ده مش تعليمه، الكبير ليه شكله وليه وضعه. احنا بنكسب بطولات ويا ما خسرنا بطولات، لكن دايما احنا بيتقال علينا الكبار، الكبير دايما بتصرفه، الكبير دايما لما يتكلم على بلد زي الكاميرون ايا كان، انا بتكلم على الاعلاميين، بتكلم على قدام اللعيبه، بتكلم على كتير من الجماهير في السوشيال ميديا. احنا كبار يا جماعه، مصر دي حاجه كبيره وليها احترامها عند الكل، والافارقه بيدينوا ثلاث ارباعهم بيدينوا بالحب والفضل، بيحبونا فعلا من قلوبهم. الرياضه من حقه يفكر يكسب، حد يقول لي ايتو لازم يكسب عشان يتغلب؟ لا طبعا، هو مش نازل يلعب عشان يتغلب. بره الحوار وبره لا المتقف. بس حوار ممتع، نترجم كلامنا بشكل بسيط يعني. لا حوار ممتع، وتاني تاني تاني عايزين نقعد مع بعض في البرنامج نتكلم براحتنا، مش تليفون. لا ده اللي اتشرف، ده اللي اتشرف. بس نفسي اختم، احنا كبار قوي ارجوك اتفضل، واحنا الناس بتحبنا وبتحترمنا قوي صح، ولازم تصرفاتنا تبقى من المنطلق ده، حتى لو جينا على نفسنا، لان الكبير احيانا بيحب يجي على نفسه. استقليت قوي الجواب ان احنا نهين حكم في شرفه وذمته، استقليت قوي ان احنا نتكلم على بلد زي الكاميرون ونطلع لقطات لفقرها، استقليت قوي ان احنا هاجمنا سمو الايتو وبينا ان هو فقد عقله، ودي حاجات لا احنا انا 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 متفق في كله فيما عدا انه ان احنا تحفظنا على الحكم. لا يا انا مصمم على هذا التحفظ، مش ده الطريقه، مش احنا اتفقنا انه في النهايه خالص هي معركه رياضيه، هم ضغطوا واحنا ضغطنا، يعني حتى كيروش لما قعد ورفع ايديه للسماء هو ضغط برضه. لا ده غلط، لان انت مش من حقك ان انت تدي اي انطباع على ان الحكم مش مظبوط، ودي خروج عن الروح الرياضيه والاصول الرياضيه والاعراف الرياضيه وتستحق انذار. طول عمرنا بنقف في الملعب بنعترض على قرارات الحكام، انا كنت لعيب كره ميه. هنا الملعب بتاعك ملهوش ضابط ورابط. لا وحتى واحنا بنلعب بره بنعترض. انا كنت بلعب كره ميه، لو قلت لك احنا كنا بنعمل ايه وانا بلعب في الزمالك يعني، فكنا بنعمل اللي ما يتعملش بصراحه. لا انت anyway لا كانوا بيحبوني في الفرقه عشان كان لعب جديد بس شويه. انا شايف مكانتنا كده يوسف، وشايف نفسنا كبار كده، وشايف نفسنا ودي حاجه حلوه، ودي حاجه حلوه ان احنا نبقى كبار في عينين نفسنا وفي عينين الناس بره. انا اتفق معاك في ان احنا كبار جدا. نخلي بالنا لازم. احنا ممكن نكسب السنغال لو ركزنا ان شاء الله، ممكن نكسب السنغال جايه جايه، لو حضرنا معسكر قوي لائق ممكن نكسب السنغال، ان احنا نحسسهم ان احنا مغيرين من شكلنا جوه الملعب. وبرضو انا بلتمس العذر ان الارهاق كان جزء كبير من ظهورنا بالشكل ده في المباراه النهائيه. اه صحيح، خلينا نقول الحقيقه ان الارهاق وضربات الحظ هم اللي هزمونا، لكن لعبتنا بصراحه كمان يطلع منهم اكتر من كده. عشان كده لو كيروش زود العلاقه الفنيه باللعيبه دي هيدوا لك مردود، وان شاء الله نوصل العالم باذن الله. انا بشكرك، انا اللي بشكرك جدا 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 يا كابتن، كل الشكر لكابتن ايمن يونس نجم الزمالك والمنتخب السابق.
انا زلت طبعا محتفظ بحكايه تحفظي، على انه انا موافق جدا على مساله ان احنا بنتحفظ على الحكم، بس بتفق جدا الحقيقه مع دكتور ايمن، مع كابتن ايمن، في ايه بقى؟ في الحاجات الرئيسيه جدا اللي قالها اللي هي ممكن تبقى بعيده عن فكره الملعب. انا بقى بحكم العشره زي ما بيتقال مع زملاء دراسه واصدقاء ورفاق لسنين طويله، يعني احنا كنا مع بعض في المدرسه من في اعدادي، يا نهار ابيض، ده حاجه الواحد مثلا داخله على يجي 30 يجي 33 سنه صداقه مع الناس دي. بالعشره الافارقه من افضل ومن اشرف ومن اجمل خلق الله ومن اخفوهم ظلا، ده على صعيد اخر يعني. وعلى ما يبدو القاره الافريقيه دي هي قاره بتاعه بجد مش هزار، ولو انت جيت كده قربت من الشعوب الإفريقية على اختلاف تنوعها يعني، هتلاقي دي شعوب مؤمنة جدا بعزة نفسها وبكرامتها. وبالمناسبة لا يقع اللوم على أي دولة أو شعب إفريقي إن وضعه الاقتصادي متردي، اللوم يقع على الدول اللي احتلتنا ومصت دمنا عشرات وأحيانا مئات السنين بالمناسبة يعني. والدول دي في منها كتير حتى هذه اللحظة يعبث أو يحاول العبث في الداخل الإفريقي. عايز تفهمني أكتر اقعد تابع أخبار الاتحاد الإفريقي كويس كويس لو عاوز تقدر تفهم. أنا في مرة من المرات كنت مهتم، أو في فترة حتى هذه اللحظة مهتم جدا بالتاريخ بتاع الكونغو جدا، طبعا وصولا إلى المذابح التي اقترفت بحق الشعوب الإفريقية في القرن ال19 ومطلع القرن ال20 وما فعلوا ليوبولد على سبيل المثال. وكان واشتغلت للدرجة دي على أن أنا أعمل فيلم وثائقي على هذه المذابح اللي بسببها قتلت أو قتل الملايين في الكونغو على إيد هذا الرجل ليوبولد. المهم يعني مش دي القصة، القصة اللي أنا عايز أتكلم فيها إيه هي، أنه اوعى تفتكر ان الفلوس هي المعيار. الفلوس ما بتعملش بني ادمين، والفلوس ما بتعملش حضارات، والفلوس ما بتعملش ثقافات، والفلوس ما بتعملش عزة وكرامة وتاريخ. احنا اللي بنعمل، احنا مين؟ مش بس المصريين، بتكلم على الانسان. افريقيا فيها تاريخ، فيها سلطنات مهمة جدا على مدار التاريخ الطويل بالمناسبة، فيها حضارات شديدة الأهمية، فيها ثقافات شديدة العمق. أنا عايزك تتفرج في يوم من الأيام إن أسعدك الحظ وسافرت إلى كبريات الجامعات في أوروبا وتشوف إخواتنا الأفارقة اللي بيدرسوا وبيدرسوا في هذه الجامعات، إن كانت كامبريدج وأكسفورد من أعرق الجامعات في أوروبا وهم فعلا الأكبر والأعرق، لازم تشوف إخواتنا اللي في إفريقيا اللي بيدرسوا هناك في كامبريدج وفي أكسفورد عاملين إزاي. في إفريقيا يعني كلمة في إفريقيا يعني من أول مصر لحد جنوب إفريقيا، يعني باعتبرنا أن احنا في الشمال يعني، ومن مصر لحد من المغرب. 55 دولة وكيان الأعضاء في الاتحاد كلهم ليهم مننا كل الاحترام، فلا نتمنى ولا نريد ولا نحب أن تصدر أي إساءة من أي حد فينا المئة مليون مواطن تجاه إخواتنا اللي هناك. فعلى كل حال، أو إخواتنا اللي هنا، لأن احنا واقفين على القارة الإفريقية وإحنا بنتكلم بطبيعة الحال. فاصل ونرجع نكمل الكلام. اهلا بيكوا، عاملين ايه؟ كله تمام، كله كويس، الحمد لله والشكر لله. واحد قريبي، مش صاحبي، واحد قريبي قال لي ايه بقى؟ قال لي على فكره عشان تبقى فاهم، اللي انت قلته امبارح في الحلقه مش مظبوط بخصوص الاقتصاد المصري، وملوش علاقه بالاقتصاد بالمناسبه خالص. قلت له ايوه، ازاي بقى؟ قول لي يعني. قال لي الاقتصاد المصري بعافيه. قلت له اه بعافيه. قلت له بص، انا هرد عليك النهارده في الحلقه بالليل بقى، مش هقول اسمه طبعا، قريبي، هعمل فيه ايه طيب؟ الاقتصاد المصري بعافيه؟ بعافيه وانت عامل مصانع فايبر اوبتكس انتاجها كله محجوز قبل ما تطلع متر انتاج؟ يبقى كده الاقتصاد المصري بعافيه؟ الاقتصاد المصري بعافيه وانت بتشتغل على تدرس العروض اللي جايه لك، خد بالك اللي جايه لك، علشان تعمل الهيدروجين الاخضر في المنطقه الاقتصاديه في قناه السويس؟ بعافية؟ أنا لو قعدت أحكي
يعني مش عارف. طيب خلونا ناخد معانا على التليفون، وهو الامر الافضل بالنسبه لي، ناخد احد خبرائنا الاقتصاديين الفهمانين واللي بيبسطوا لنا الامور فبيخش في ادمغه البسطاء اللي زي حالاتي. خبرنا الاقتصادي الرائع الواعد دائما محمد نجم، كيف حالك؟ اهلا وسهلا استاذ يوسف، عامل ايه يا استاذ محمد، اخبارك ايه؟ شكرا على كلامك، وطبعا يعني انا عايز ارد على قريبك لو تسمح لي. رد يعني. رد، ده هينقطني، انا هتبرى منه خلاص. لا بص، هو مع احترامي لاي حد برضو يعني، هذه الاراء احنا انا بقابلها كل يوم، بنقابلها على القهوه، بنقابلها مع اصحابنا، بنقابلها جوه الشغل حتى، بتلاقي الاراء دي في كل الوقت، يعني انه الناس بتاخد من حالتها الشخصيه ومن حياتها الشخصيه وتعممها وتعكسها على كل البلد. فانا واصحابي لو احنا مثلا مرتباتنا مش كويسه، فاحنا بنشوف ان الاقتصاد كله زي الزفت، سيء جدا، والاقتصاد ضعيف. ولو احنا كلنا شايفين ان بناخد عقود من الحكومه والشركه بتاعتنا شغاله وبتتوسع، فاغلب الوقت غلب الظن يعني احنا برضه هنشتكي، وبرضه طول الوقت هنبقى شايفين انه لا اللي عايزين اكتر من كده. زي احدى الشركات لما كانت بتتكلم عن انه الحكومه واخده وان القوات المسلحه بتتدخل في الاقتصاد، وهي واخده 75 مليار جنيه عقود يعني. فطول الوقت انت بتلاقي شكوى، وطول الوقت بتلاقي انه في كلام سلبي وطاقه سلبيه طول الوقت بخصوص الاداء الاقتصادي بشكل عام. بس هي المشكله ان الناس بتنسى كنا فين واحنا بقينا فين. بتنسى فتره 2011 لما كنا ما كانش فيه اي درجه من درجات الاستقرار الامني والسياسي والاجتماعي في البلد، وكنا بنقف لجان شعبيه في الشارع غير امنين على بيوتنا. النهارده عندنا جهاز امني، عندنا امن واستقرار، عندنا 13 مليون سائح، 12 مليون سائح بيجوا لنا في السنه، عندنا شوارع امنه، عندنا النهارده التطوير اللي بيحصل في المرافق العامه، نسينا الطوابير والناس اللي بتتخانق وشهداء الخبز وشهداء البوتاجاز والبنزين والسكر ولبن الاطفال وادويه القلب وادويه السرطان اللي كنا شايفين نستوردها من الخارج. بننسى انقطاعات الكهرباء اللي كانت بتقعد بالثمان ساعات. لو نبص حوالينا ونشوف دول اخرى زي سوريا ولبنان وايران فنزويلا تركيا، دول كثيره جدا حوالينا، ليبيا تونس، دول كثيره يهددها يا اما شبح الافلاس، يا اما ما عندهمش كهرباء، يا اما ما عندهمش غاز، يا اما مش عارفين يوفروا اساسيات المعيشه لشعوبهم بسبب سياسات اقتصاديه خاطئه. فانت تبص لورا تشوف احنا كنا فين وبقينا فين، صح، ونقول ان احنا حصل تطور كبير ونقول الحمد لله. تبص حوالينا النهارده في اللحظه الحاليه في وقتنا الحاضر، وتبص حوالينا تقول برضو الحمد لله ان احنا احسن بكثير من دول اخرى ومن ظروف ثانيه شعوب بتعاني منها. فبشكل عام كل واحد بيبص لحياته الشخصيه وبيعكسها على كل الاقتصاد بشكل عام. بالفعل في بعض القطاعات في الاقتصاد فيها انكماش، فيها تباطؤ، فيها ركود، ده طبيعي جدا. لكن بشكل عام احنا كنا فين وبقينا فين؟ بشكل عام بنلاقي السلع ولا بنلاقيهاش، متوفره ولا لا، سعر الصرف مستقر، معدل التضخم تحت السيطره، الاحتياط النقدي اخذ في الارتفاع او شبه مستقر، تصنيفنا الائتماني جيد، الاستثمارات الاجنبيه بتيجي تدخل البلد زي موضوع الهيدروجين الاخضر النهارده، ده خبر مهم جدا من شركه كبيره زي الشركه الالمانيه اللي بتدخل المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. أيوه. عشان الهيدروجين الاخضر. النهارده القاره الافريقيه احنا رقم واحد في جاذبيه الاستثمار الاجنبي فيها. اللي اقصد اقوله يا استاذ يوسف انه استمرار الحياه بشكلها الطبيعي هو في حد ذاته انجاز في ظل ازمه تضخم عالميه، في ظل برميل بترول وصل ل 93 دولار النهارده وهيخبط ال 100 بالظبط، وهيعدي اكثر ال 100. انا طبعًا كنت مع حضرتك في شهر 11 اللي فات، ايوه، واتكلمنا عن ازمه التضخم العالميه برسوم بيانيه مفصله، حصل، وقلنا ان احنا رايحين ل 120 دولار للبرميل، وما زلنا ما زلت باكد على نفس الكلام ان احنا رايحين للارقام دي. بنك اوف امريكا وده واحد من اهم المؤسسات المصرفيه في العالم بيتكلم عن 150 دولار كمان. فاحنا رايحين لظروف اكثر صعوبه. النهارده الفيدرالي الامريكي كمان لسه حالا كنت بعمل تحليل لسوق العمل في امريكا، بتبص تلاقي انه حتى في الاقتصاد الامريكي نفسه في ملايين الامريكيين، حوالي 9 مليون امريكي عاطل عن العمل ولا يجد وظيفه. لحد هذه اللحظه ما زال الاقتصاد الامريكي يعاني من
تبعات كورونا وتبعات أزمة التضخم العالمية وداخلين على رفع سعر الفايدة. فالاقتصاد العالمي فيه مشاكل كبيرة جدا. عندك الناحية تانية أوروبا، اللي بيحصل في أوكرانيا شرق أوروبا وتأثيره على أسعار الحبوب. إحنا دولة مستوردة للقمح، أوكرانيا من أكبر الدول المنتجة للقمح، أيوه. روسيا من أكبر الدول المنتجة للقمح. فبالتالي لما يكون في حشود عسكرية على حدود دولتين بيستحوذوا مع بعض، أوكرانيا وروسيا، على أكثر من ربع السوق العالمي من القمح، يبقى إحنا كمصر لازم نركز ولازم ننتبه إنه سعر طن القمح هيرتفع وإحنا بنستورده من الخارج. هتيجي تقولي طب ما نزرعه هنا في مصر، هقول لك طبعا ما هو في طموح مصري وفي مشاريع ضخمه جدا، مشروع الدلتا الجديده، مشروع مستقبل مصر، في عندنا 450 الف فدان هنخلصهم السنه دي إن شاء الله. لكن الاحتياجات اكبر لان عددنا كبير طبعا، واحنا بقالنا 30 40 سنه كنا متباطئين وكنا ما بنشتغلش. لا احنا كنا في ميه البطيخ، ما كناش متباطئين يعني. والله حضرتك قلت اللي انا عايز اقوله بس انا تحركت يعني وقلت اقول لفظ اخر يعني. لا مش هنتحرك، احنا بنتكلم، ما بنهنش حد، ما بنشتمش حد، ما قلناش شيء لفظ نابي ولا لا سمح الله، ما احناش كده، لا انا ولا انت. وما تقوليش يا استاذ والنبي يا محمد، احنا اصحاب والنبي، لكن احنا بنتكلم في الحقيقه يعني. احنا كنا في ميه البطيخ، هو اللي كان موجود زمان ده كان اسمه اقتصاد، يعني هي الزراعه دي اللي احنا النهارده اللي هي بتقوم النهارده والمخازن اللي بنعملها دي كانت فين لو كنا عملناها سنه 90 ولا سنه 95 ولا سنه 2000؟ التحرير الكامل للجنيه المصري لو كنا عمل بدل ما نعمل تخفيض جزئي 2003 وتخفيض جزئي مره ثانيه وتخفيضات جزئيه وخوف ودعم وخوف من الناس، لو كنا عملنا التحرير كامل ويكون وفقا للعرض والطلب من 2000 ولا يا محمد احنا بعنا القطاع العام برخص التراب وخدنا فلوس وحطناها في البنك وقلنا اصلا بصوا يا جماعه شايفين شطاره الاقتصاد المصري، احنا كنا بنضحك على نفسنا او بالادق كان بيضحك علينا، احنا كان بالادق ما كانش بيتعمل لا تحريك ولا تعويم ولا تحرير لعمله ولا يحزنون، ده كان كله كذب في كذب وكله كان بيتروج. يا يوسف الكلام ده كان بيتروج تحت شعار سخيف جدا اسمه احنا خايفين على الغلابه. لا مساس بمحدود الدخلي يعني بجد والنبي بالظبط كده. وفي الاخر هو ايه اللي حصل؟ الفقر زاد، الناس عايشه في مقابر، الناس مش لاقيه علاج في المستشفيات، مستنيين عمليات، الاف المصريين اللي كانوا مستنيين عمليات جراحيه وفي ناس ماتت قبل ما تعمل العمليه، في الاف المصريين اللي ماتوا قبل ما يلاقوا علاج لفيروس سي، الناس ماتت بفيروس سي وبالسرطان وبالامراض وعايشه في مقابر وعايشه في مساكن غير ادميه. ففي الاخر الغلابه استفادوا ايه من استمرار الدعم وتباطؤ عجله الاصلاح الاقتصادي؟ علشان الجمله الشهيره بتاعت لا مساس بمحدود الدخل دي، انا فهمت دلوقتي هو كانوا بيتكلموا بجد، لا مساس ما تقرب له، كانهم مش موجودين، محدش لا يشغلهم ولا يعلمهم ولا يعالجهم ولا يسكنهم ولا فعلا كان لا مساس، ناس مش موجوده في حياتنا للاسف الشديد بسبب فساد وسياسات غريبه. طب بمناسبه انه الاقتصاد قريبي بتاع الاقتصاد المصري بعافيه ده، انا كنت بتكلم انا وانت من حوالي اسبوع تقريبا قاعدين بنتكلم وبندردش على واتساب اللي هو الليله اللي كنا فيها هنا هو سوا، ايوه وكنا بنتكلم على هو في بلد لا قدر الله بتتراجع اقتصاديا وتيجي مؤسسات ماليه كبرى تعلن انها بصدد العمل في داخلها وافتتاح مقرات فيها؟ انا فاكر كنا بنتكلم عن الخبر بنك ستاندرد تشارتر ودخوله للسوق المصريه اللي سوق المصرف لاول مره، يعني بنك من اكبر 10 بنوك في العالم، ومش بس بنك ده مؤسسه مصرفيه ماليه صحيح اقتصاديه متكامله بتحقق في السنه الواحده حوالي 44 مليار دولار يعني ميزانيه دول. فبالتالي ستاندرد شارتر يعني بنك ضخم جدا. فلما يقول ان هو في نفس توقيت الشائعات والاكاذيب دي بيعلن دخوله السوق المصرفي المصري لاول مره وافتتاح فرع سبتمبر اللي جاي، هل ده مش معناه، هل ده ممكن يكون باي شكل من الاشكال بيعني ان هذا الاقتصاد ضعيف او اقتصاد سيء او اقتصاد دخول فيه خطر للاستثمار؟ طبعا لا. النقطه الثانيه انه الشهر يناير الماضي ده تزامن معاه عدة شائعات، وأظن أن قريبك يا يوسف متأثر بهذه الشائعات والحملات الممنهجة اللي كانت بتستهدف بشكل رهيب خاص. رهيب مش عايز أقولك هموته.
بالظبط، هو متأثر، هو بشكل عام متأثر وماسك الموبايل، كلنا ماسكين الموبايل، الحملات دي شغاله على تويتر وفيسبوك ويوتيوب وتيك توك وكل حاجه، حملات منظمه جدا لتشكيك الناس في كل حاجه، عشان في الاخر يوصل بيهم الامر ان هم يروحوا يسحبوا الفلوس ويتكلبوا على ان هم يسحبوا فلوسهم من البنوك، فينهار النظام المصرفي كله. هو ده الهدف النهائي، ان هم يخوفوا الناس ويخلوهم يسحبوا فلوسهم. فبالتالي النهارده ثقه المصريين النهارده في البنوك اللي خلت الودائع توصل ل 6.2 من 10 تريليون جنيه، وهي من في سنه 2014 كانت اقل من 1.5 تريليون جنيه، يبقى ده معناها ان المصريين مستحيل ينجروا ورا الاكاذيب دي والكلام الفارغ ده. الناس عندها وعي وبتعرف تميز الكلام العاقل والكلام المجنون. هذه الحملات حملات مجنونه، لا تستند على اي معايير علميه. سؤال برضو في البسيط، هل في بلد اقتصادها بعافيه تقلل اسعار الفايده خلال السنين الماضيه؟ لا طبعا مستحيل. لما يبقى الاقتصاد بعافيه برفع سعر الفايده. طبعا بالظبط كده، هو ده اللي حصل. يعني احنا في فتره 2016 لحد 2019 الاقتصاد كان بيواجه مشاكل بسبب عندنا تضخم كنتيجه طبيعيه ومؤقته لبرنامج الاصلاح الاقتصادي. فكنا بنرفع الفايده، بنرفع كذا مره لحد ما وصلنا ل 20%. أيوة. عشان نكبح التضخم. من 2019 ولحد النهارده احنا خفضنا الفايده بحوالي 8%. يعني احنا النهارده واقفين عند حوالي 8.5% سعر الفايده. فشوف احنا جايين منين، احنا جايين من 20%، فرقم تخفيض ضخم جدا متوافق مع ايه، التعافي الاقتصادي. فسعر الفايده طالما بينخفض يبقى في تعافي اقتصادي، في سوق وظائف قوي، في بطاله منخفضه، في خلق وظائف وفرص عمل كتيره، في مشاريع، في نمو، في دوره عمل، في شركات خاصة بتشتغل، 5000 شركة بتشتغل وبتوظف 5 مليون 6 مليون عامل وموظف، في مدن جديدة، في العاصمة الإدارية، في استثمارات محلية واستثمارات أجنبية، في شراكات بتحصل، في حركة. الحركة دي بتخلي البنك المركزي عنده قدرة على إن هو أولاً يسيطر على معدل التضخم، ثانياً يخفض الفايدة. ما أنا لما بخفض مش ده سؤالي برضه، مش أنا لما بخفض الفايدة ده معناها إنه العائد على الاستثمار أكبر بكتير من العوائد اللي هتدرها البنوك؟ بالظبط. فبقول لك يا حبيبي استثمر، لأنه استثماراتك دي هتجيب لك عائدات أكتر من الفايدة اللي أنا هديها لك كبنك. أيوة. ده معناها، ما لو العائد على الاستثمار عالي مش ده برضو يبقى معناه إنه مش الاقتصاد بقى بعافية، ده الاقتصاد عمال بيتقدم بيرتفع في منحنى صاعد، وبالتالي أصبحت العائدات الاستثمارية الـ ROI بتاعي عالي. صح ولا إيه ولا أنا بفتي؟ مظبوط طبعًا طبعًا. خليك اللي إحنا كمان بنتكلم فيه طبعًا إضافة لكلامك، هو إنه النهاردة في سوق زي مثلًا سوق الأوروبي، الفترة اللي فاتت من 2012 لحد النهارده كان عندهم سعر فايدة سلبي. يعني ايه سعر فايدة سلبي؟ يعني انت لما تروح تحط فلوسك في البنك انت هتدفع عليها مصاريف إدارية. عائد. طبعا بالظبط كده، يعني بدل ما تاخد انت فلوس كوديعة بتحطها في البنك بتاخد ارباح، لا انت هتدفع عليها فلوس. ليه؟ صح. عشان عايزين ان هم عندهم تضخم منخفض جدا، وبالتالي عايزين الاقتصاد متباطئ. طيب الاقتصاد بطيء وحركته بطيئة والنمو ضعيف، فبيشجعوا الناس انها تستثمر، ما تحطش فلوسك في البنك عشان النمو ضعيف، لدرجه ان هم خلوا الفايده تحت الصفر سلبيه. طبعا احنا حالتنا مختلفه، احنا ما عندناش النمو ضعيف، احنا عندنا نمو قوي، بس كل ما النمو يبقى افضل وكل ما سوق العمل بيبقى احسن وعندنا وظائف اكتر، كل ما البنك المركزي بيقدر ان هو يسيطر على التضخم اكتر وبالتالي يخفض الفايده اكتر، فالناس ما تحطش فلوسها في البنوك، تتجه للاستثمار. هنا بقى في سؤال تاني، وده بقى محتاج حلقات بقى، انه في ناس ما تقدرش تعمل مشاريع لوحدها. الناس دي تروح فين؟ ده بقى يعني ده محتاج وقت طويل جدا ان احنا نطرح افكار حلوة دي. ممكن ان هي لا تعالى يلا بينا الاسبوع ده ولا الاسبوع الجاي نقعد نعمل حلقه. انا راجل معايا قرشين، بس القرشين دول ما يخلونيش اعرف اعمل مشروع لوحدي، اعمل ايه؟ يجاوب علينا باذن الله في حلقه قادمه الخبير الاقتصادي محمد نجم. انا عايز اشكرك جدا 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 يا محمد، نورت وشرفت وافدت وبسطت الامور كما جرت العاده دون تعقيدات. سيء عليكم النبي.
ما حد يقعد يتلقى معلومات من فيديو عبيط محطوط على تيك توك ولا بتاع. سايق عليكم النبي، انا بكلمك بجد والله العظيم، يعني انا تعبت، يعني انا بشوف كل، يعني بقعد اتابع تيك توك كده وابص على حاجه، بس عارف بدور على ايه دايما؟ والله ما بهزر، بقعد ادور على حاجات تعليميه، حاجات متعلقه بافضل الطرق لحل معادلات الجبر. انا معقد يا عم، مش دي قصه. لكن في النهايه خالص لما بلاقي وانا قاعد بقى عمال بسكرول، الاقي مثلا واحد يقول لك وانا حصل لي وعمل، بروح اتكل. طبعا ده بخلاف ان هو بينال مني كم دعاء غير طبيعي. قريبي ده شخص متعلم جدا ودرس في جامعات كبيره بره وبتاع، بتغاظ جدا لما الاقيه ماشي في هذه السكه ويقعد يقول لك ايوه اصل مش عارف الاقتصاد في ايه، اصل الحق ده اسمه الكلام. نبقى ناس اتعلمنا وناس رحنا درسنا في جامعات كبيره وناس عندنا مخ، ونقعد نسلم نفسنا لشويه عيال بتقول شويه كلام فارغ كل هدفها انها تزعزع ثقتك وتقعد توجع لك في دماغك وتقلقك وتوترك. طب انا راضي ذمتك، انت المواطن، انت ايه اللي انت شايفه؟ ايه اللي انت حاسس بيه؟ ما هتقول لي في حاجات بتغلى، هقول لك اه وانا كذبت عليك، انا امبارح كنت بقول لك في حاجات هتغلى بسبب اللي بيجرى في العالم، سعر البترول قاعد عمال بيزيد، ماليش سيطره عليه، بس انت المواطن، انت هو سعر فاتوره الغاز، هو المتر المكعب مش بنفس الفلوس هي ولا ايه؟ مثلا يعني اللي في ايدي انا بعمله 100 فل و14، انتاجي في ايدي، انا راجل مصدر غاز فما تقلقش. انا بس هجيبها لك على بلاطه كده، هو لو ما كناش عملنا اللي اتعمل في اصلاحات هيكليه للاقتصاد المصري من 2014 حتى هذه اللحظه، والله 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 لكنت هتلاقي دولار ب 30 جنيه. اللحمه دي ما كناش هنشوفها. فينيتو لحمه، فينيتو فراخ، فينيتو اي بروتين، مش هنقدر عليه، الجيب مش هيستحمل. انا بكلمك بجد. يجي واحد يقول لك ايه ونحن بانتظار التعويم الثاني، ده هناك مش حاجه اسمها التعويم الثاني، هو انت عومت خلاص، ففي تحرير لسعر الصرف، مش حاجه اسمها تعويم ثاني. يعني ايه؟ مفيش حاجه اسمها كده بالعلم، مفيش حاجه اسمها التعويم الثاني الا لو انت ما عومتش، بس انت عومت، انت حررت سعر الصرف. الكلام ده كان زمان قبل 2011، التعويم الاول والتعويم الثاني والتعويم الجزئي وكل الكلام الفاضي وميه البطيخ اللي كانت بتتقال دي، واخد بالك؟ زي بالظبط كده، لا مساس، لا مساس يعني مالكوش دعوه بالفقراء يا جماعه، دول مش عايشين معانا، دول فهمتني؟ طيب على العموم لا زال لدينا الكثير في الكلام حول الاقتصاد، وبالمناسبه احنا هيبقى عندنا فقره مهمه جدا على توطين صناعه السيارات، فاصبحنا بنشتغل على ايه؟ وده اللي هنناقشه في الفقره، على صياغه نهائيه لاستراتيجيه صناعه السيارات في مصر، خطوات التوطين والمكاسب المنتظره، بس خلونا نروح ليوهانا من هولندا، الله يرحمها. عاشت في مصر اكتر من 15 سنه، حبت مصر لدرجه مذهله. مذهلة. قعدت في قرية اسمها البعيرات، أوصت في وصيتها أنها عند الوفاة تدفن في هذه القرية المصرية. تعلقها بمصر كان مذهل. هي صحيح مش أول مرة حد يتعلق بمصر بهذا الشكل وبهذا الحد من أوروبا، بس وجب أن إحنا نشوف قد إيه الناس حبانا، وقع في غرامنا، وقع في عشقنا. شاركت يوهانا في العديد من الأعمال الخيرية والمجتمعية في القرية اللي أقدر أقول لك بتاعتها، الأهالي حبوها وتعلقوا بيها هم كمان. معانا على التليفون الأستاذ محمد جيلاني وهو المسؤول عن تنفيذ وصية يوهانا. أهلا بيك يا أستاذ محمد. أهلا يا معلم باشا، أخبارك؟ زي الحال، كله تمام الحمد لله. الله يخليك. البقية في حياتكم يا أخي. الحمد لله تمام. الحمد لله وشكرا. هو حضرتك يوهانا دي واحدة من العشرات الأجانب. أيوه. اللي عايشين معانا في قرية البعيرات الأقصر. أيوه. الأجانب دول حضرتك بيجوا مرة واتنين زيارة عادية. عظيم. الأول.
وبعد كده بيتبسطوا في المكان اللي هم عايشين فيه معنا. بعد كده لو معها بيت في هولندا او انجليزية او انجلترا او في فرنسا، ايوه، بتبيع البيت وبتيجي تقرر تعيش في مصر. رائع. بيحصل تفاعل بيننا بين عاداتنا وتقاليدنا وسلوكهم في الحياة بره. العادات والتقاليد بتاعتنا بيتبسطوا منيها، من ناحية الأسرة، من ناحية الترابط الاجتماعي، وإحنا حضرتك بيحصل معانا من احترامهم للمواعيد وللشغل، فهم بيعيشوا معانا هنا وإحنا لما أخذ بنتقبلهم كويس. فلما بيكون معانا أي حاجة في القرية هنا، زي هنبني مدرسة، هنبني مستشفى، وحدة صحية، أيوه، فحضرتك هم بيساهموا وبيساعدوا معانا. جميل. قول لي يوهانا عاشت معاكوا كم سنة؟ أكتر من 15 سنة. إيه أنواع الأنشطة اللي كانت بتمارسها يوهانا وهي عايشة معاكوا؟ هو حضرتك المساهمة معانا في معانا في المدارس. تمام حضرتك؟ أيوه. حضانات، حضانة بتاعت الأطفال. أيوه. في حضرتك بتبقى في جمعيات بنعملها عشان المعاقين. عظيم. الأطفال. عظيم. فهم بيساهموا بمعدات وحاجات هم بيجيبوها للحضانة وللمدارس. عظيم جدا. طيب يوهانا ليها عيلة وأسرة وأقارب في هولندا؟ حضرتك، ما احنا بناء على الوصية، ايوه، لما حصلت حالة الوفاة اتصلنا بأختها، وأختها قالت ان نفذوا الوصية بتاعتها ودفنوها في دير محارب بالقرية. ايوه، عشان دي كانت الوصية بتاعتها، دي وصيتها، وأهلها أو أختها يعني تقبلوا هذه الوصية. طبعا، ما هي عارفة أن أختها عايشة هنا ومبسوطة. وهي اللي وصت أن الجسمان بتاعها يدفن هنا معنا. طب سؤال يبدو يعني ما فيهوش الإجابات اللي دايما تحمل المنطق، بس هو في دايما إجابات العاطفة. إيه اللي حببها في مصر وحببها في القرية عندكم للدرجة دي؟ يا معالي الباشا، حضرتك احنا عندنا العادات والتقاليد، اهتمامنا لمؤاخذة بالضيف بتاعنا. كويس. الأجنبية لما بتيجي حضرتك، بس هي كمان ما بقتش ضيفة خلاص، دي عايشت في وسطكم. ما هي عايشة وسط الأسرة يعني. انت حضرتك لو شفت النهاردة في 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 مواعيد الدفنة، ايوه، الناس اللي جات مصريين واجانب من جميع الجنسيات، ايوه، الاسره المصريه اللي كانت عايشه معاها. والله حضرتك العياط اللي كان وقت الدفنه عليها وزعلهم عليها، يعني ده بيبين لك حضرتك التفاعل اللي حاصل بين الاجانب والمصريين في القريه عندنا. ده شيء كان رائع الحقيقة، وشعور كويس جدا، وكويس انه احنا يعني انا عايز اشكرك الاول استاذ محمد جيلاني المسؤول عن تنفيذ وصية يوهانا. هو ده لو عكس شيء، هو يعكس كم المحبة. هنا بقى الحكاية بالعكس، كم الروح المحبة والفياضة دائما بمنتهى العاطفة بايه؟ ب ب ب ب ب ب باحتضان كل من يأتي إلى مصر، كل من يريد أن يعيش في مصر، كل من يحب هذا البلد ويحب شعبه ويقدر يتوافق مع عاداته مع تقاليده. فتلاقي مصر دائما حاضنة. مصر دي يعني أهلها، المسألة مش شوية رمل، أهلها هذه الروح. طيب على كل حال رحمة الله عليها. وتاني أرجع أقول لك المصريين حاجة تانية، هنعمل ايه في صناعة السيارات؟ استنونا بعد الفاصل مع ضيفنا العزيز معالي النائب علاء ريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب. استنونا. ما
لعبتنا قاب قوسين او ادنى، عارفين انتوا الصياغات اللي بتبقى مليانه الفاظ جازله كده في اللغه العربيه. القصه كلها ان احنا قربنا جدا من يبقى في عندنا صيغه نهائيه لاستراتيجيه صناعه السيارات في مصر. توطين هذه الصناعه، المكاسب المنتظره ايه، هل في تحديات؟ تعالوا نتكلم مع معالي النائب علاء قريطم عضو لجنه الصناعه بمجلس النواب. منورنا. بنورك وبنور البرنامج، ويعني نتمنى ان شاء الله كده ان احنا فعلا نبقى مركز اقليمي قوي، ومصر تبقى ان شاء الله يعني تنافس العالم كله في صناعه السيارات، وعندنا المناخ والموقع بتاعنا، والقياده السياسيه تسعى الى ذلك في عده مجالات منها السيارات. اخيرا تحت قياده السيد الرئيس طبعا فعلا في نمو، يعني في نمو في عده قطاعات، فاحنا بنامل ان شاء الله ان السيارات من الصناعات الثقيله اللي هتستوعب عدد كبير جدا من العمال، ووراها صناعات خدميه هتفتح المجال لمصانع اخرى كثيره، يعني كلها على بعضها كده هي مكسب كبير لمصر. حلو جدا، تعالى ناخد الحدوته واحده واحده علشان يحصل توطين لصناعه السيارات، ويبقى مصر هي مركز اقليمي لهذه الصناعه في افريقيا والشرق الاوسط. ده محتاج حاجات كتير جدا، دي اللي احنا وصفناها بمساله استراتيجيه. هل مصر بتصنع؟ مصر في عندها تجميع محلي بنسب لسيارات، وفي منها بعض السيارات الفاخره بيتم تجميعها هنا داخل الاراضي المصريه. السؤال بقى هنبدا منين؟ طبعا زي ما حضرتك ذكرت في يعني في حدود 70 في حوالي 70 الف سياره بتصنع في مصر حاليا، واحنا بنستهلك السوق المصري بيستهلك سنويا في حدود 200 الف. فاحنا يعني القياده السياسيه داخلين على برنامج عايزين نصنع 500 الف سياره عشان اقدر اغطي احتياج محلي واصدر. طبعا ده هيعود علينا بشكل، اول حاجه هنوفر في النهارده بنستورد ب 2.4 مليار دولار سيارات، هنوفر العمله الصعبه، زائد ان الرئيس حاطط كمان حاجات جاذبه للصناعه ديت، طبعا حاطط دعم للسيارات، حاطط دعم. انت اخر حاجه يعني انت النهارده السيارات القديمه كلها الرئيس طلع برنامج 3% الاستبدال، استبدال 3% يعني هيبقى السوق متعطش كمان لحجب سيارات اكتر وعدد كبير جدا، بدل ما نستورد نبتدي نصنع احنا هنا ونبتدي بهذه الخطوه. فالنهارده حتى الطرق سياده الرئيس يعني عامل شبكه طرق ضخمه جدا، يعني كنا في 2018 كان استيعاب الطرق لحد الاقصى 8 مليون سياره، النهارده استيعاب الطرق تفوق وتعدي 11 مليون سياره. فيعني مش بس من حيث الحجم، حتى من حيث جوده وكفاءه الطريق. طبعا يعني انا في رايي دون مبالغه احنا عندنا طرق يمشي عليها طياره، لا مش يمشي عليها عربيه. لا لا فعلا في شبكه طرق تخدم صناعه السيارات وكل الصناعات، يعني عندنا بالفلاح ببلد كده يا فندم، يعني الواحد لما بيجيب طفل ما بيجيبش راجل، بياخد فترة عشان يبقى راجل، لازم نصبر عليه ونعلمه كويس وياخد مراحله كلها لحد ما يبقى فيه راجل يقدر يقود. سيادة الرئيس احنا صابرين وبنصبر وبنقول يا سيادة الرئيس احنا فعلا في مرحلة نضوج، واحنا واثقين في القيادة السياسية وفي الحكومة تحت قيادتك، فعلا احنا في مرحلة الطفل يعني هيبقى شاب قريب ان شاء الله ويبقى راجل ونقدر نتخطى الحدود ان شاء الله. علشان نقول بقى ان انا النهارده عندي طفل وبعدين عايزه يبقى صبي فشاب فرجل ناضج متكامل، وانا بتكلم على استراتيجيه، يبقى انا عندي رؤيه متكامله، انا شايف قدامي التوقيت او المده الزمنيه المدى الزمني عشان اوطن الصناعه دي في مصر قد ايه؟ انا يعني توطين الصناعه في مصر وتبقى صناعه متكامله احنا ممكن يعني والله انا ما اقدرش اقول لك خمس سنين وثلاث، انا ممكن يعني تحت لو الاهتمام من القياده السياسيه تحت سياده الرئيس والحكومه ممكن يبقى في سنه واثنين وثلاث. الرئيس ابدا اهتمامه بوضوح طبعا اكتر من مره طبعا، وعمل اكتر من توجيه في مساله توطين صناعه السيارات. واحنا واثقين ان هو بدا يعني هينفذ. ممكن في بس الصناعه نفسها الرئيس عن فين المصنعين المستثمرين وما الى ذلك، دور مجلس النواب مع الحكومه في جذب الاستثمار الصناعي لتوطين هذا النوع من الصناعات في مصر. هيبقى في منح كمان للتصدير السيارات، يعني حتى السيارات هيبقى لها في جزء لها منح في 500 مليون النهارده اترصدوا لتدي الثقه اكتر كمان للمستثمرين، وتشجع المستثمرين كلهم ان هم يجوا السوق المصري وان هم يصنعوا في السوق المصري. المناخ المصري مناسب جدا. لا اديني معلومات، انت كلامك قليل ليه؟ اديني معلومه، ايه اللي بيحصل؟ في حزم من المحفزات زي ايه؟ في حزم من المحفزات طبعا زي
زي يعني الست الرئيس يعني رصد اول حاجه ان هيبقى فيه يعني شبه تطوير السيارات، عندك استبدال السيارات، ده كل ده تشجيع. انت عندك دوله مستهلكه ومناخك والاقليمي. الاستبدال ده مش تشجيع ولا توطين لصناعه السيارات، ده جزء كده. ممكن ابقى بستبدل وبجيب عربيات مستورده من بره. تمام سياده النائب، تمام بلاش سياسه. انا عارف انا السياسيين بيطلعوا الكلام بالعافيه. اديلي الزتونه زي ما بيتقال. فاصل وهنكمل الكلام مع سياده النائب. ماشي. خلونا نجدد الترحيب بمعالي النائب علاء قريطب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ويستمر الحديث حول وضع صياغة نهائية لاستراتيجية صناعة العربيات السيارات، خطوات التوطين، المكاسب اللي تعود عليها. تمام. طبعا انت عارف ان النهارده مصر عملت عدة اتفاقيات مع افريقيا والدول العربيه، دي هتساعد الشركات كلها انها تاخد سوق افريقيا والسوق العربي. طبعا بفتح اسواق. ايوه. ثم هندخل بعد كده في السوق الاوروبي، بس نبتدي الاول بالسوق الافريقي والسوق العربي. نبتدي نقلل فجوه الصادرات زي ما ذكرنا في البدايه من 2.4 مليار ننزل بيها تبقى 50%. فجوه الوارد. فجوه الوارد طبعا، ما دي كلها يعني دي فرص وتوفير للعمله وتقويه للاقتصاد وتشغيل الشباب. انت عارف يعني ايه مصانع سيارات؟ طبعا اكبر استيعاب لالاف الشباب. وما ادراك ما الشباب اليوم، في شباب كتير جدا في كل المجالات محتاج العمل ده. اصل الناس متخيله ان مصنع العربيات يعني مصنع بيعمل العربيه. لا لا، انا بتكلم على صناعات مساعده كتير. انت عارف العربيات يعني اقول لك يعني اعداد المصانع اللي هي بتخدم على المصنع الام الكبير ده كتيره جدا، واصلا صناعه السيارات بطبيعتها بتاخد عدد كبير جدا من العماله ومن الشباب، وده هدف يعني بالنسبه لنا ده امن قومي. حلو جدا. يبقى انا بشتغل على ان انا كمان اخلق حوافز للمستثمر والمصنع المحلي انه يبدا يشتغل على ده، وحوافز ايضا للمستثمر والمصنع الاجنبي اللي هو تعالى افتح مصنعك عندي في مصر. تمام. زي ما انا كمان بشتغل على المصنع العربيات الكهرباء اللي هو مصنع النصر. طبعا مصنع النصر ده يعني النهارده اشتغل على عربيات الكهرباء ويدي وحافز كويس جدا، زائد ان كمان يعني حتى الست اللي عندك في الحكومه عندك اقروا الحافز النقدي للسيارات الكهربائيه. أيوه. ده حافز كويس جدا يعني. حاليا القياده السياسيه هتقدم حوافز كمان لمنتج السيارات اللي هتصدرها بره. يعني انت بتتكلم في ان انت بتساعد المستثمر، ده الحافز التصديري. طبعا وبتساعد المستثمر. لازم احنا نزيل له عقبات كتير جدا، المستثمر لازم نقف جنبه عشان نجيبه. يعني عندك النهارده أكبر صناعة سيارات في الصين وأمريكا. ليه احنا النهارده حصل تشبع في الصين من الصناعة هناك؟ هتبتدي شركات تتوجه لأفريقيا والآسيا. في أفريقيا هتتوجه قدامها المغرب وقدامها مصر. طب ليه احنا ما نبقاش احنا المبادرة الأولى والوقفة الأولى وصاحب الحجم الأكبر في توطيد هذه الصناعة؟ واحنا عندنا المؤهلات كاملة، عندنا خبرات. وانت انا عندي خبرات وعندي بنية أساسية. اصبحت الان جاهزه. أيوة. تالت ومتلت على ارض الواقع. النوع ده من الصناعه يبقى موجود عندي طبعا. وبرضك يعني لازم نشكر يعني القياده السياسيه، البنيه الاساسيه النهارده اللي احنا قلنا كباري والطرق، لا ده اكبر قيمه لكل الصناعات. انا زمان ما كانش عندي طاقه، النهارده انا عندي كهرباء على قفا من يشيل. اللي عاوز يا جماعه كهرباء يجيلي. طبعا احنا النهارده عندنا طاقه وعندنا غاز. احنا عندنا النهارده يعني زي ما قال رب العباد يعني مصر فيها كنوز الارض. الحمد لله. وده بان النهارده لما جالنا قياده سياسيه قويه تريد ان تغير مثل السيد الرئيس. شفنا الانجازات، شفنا البترول، شفنا الغاز، شفنا الشبكه الاقليميه القويه، الطرق، شفنا قوه مصر. دي مكانتنا اللي احنا المفروض نرجع لها تاني. يعني قدامنا الفرص، لازم احنا كلنا نسعى ونساعد كل مستثمر، سواء في لجنة الصناعة، سواء في الحكومة، سواء في الوزارة، سواء في الهيئات، سواء في الإعلام. كلنا إحنا هدفنا واحد، هو النهوض بدولتنا. طيب كلجنة صناعة بشكل خاص وكنواب بشكل عام، بدأتوا تشتغلوا مع الحكومة على وضع الملامح الرئيسية أو
الملامح النهائية لهذه الاستراتيجية؟ بدينا في الملامح الملامح وبدينا نحط يعني مؤشرات زي ما ذكرنا كلها هتوصلنا للهدف الرئيسي. وأظن يعني بطبيعة الحال النوع ده من الصناعة علشان أقدر أوطنه هيحتاج مكان يستوعب ده بنيته. هنطلع على قناة السويس. ده احنا يعني المنطقة الحرة هنا. أنا في رأيي ده أنسب مكان. طبعًا. يعني أعدته كده سياسية يعني وإحنا بنقول يعني نبتدي بيه إن شاء الله وهنشوف عدة شركات عالمية يعني. يعني امثال شركه مش هنذكر اسماء. الاسماء ربنا يخليه. لو هيعملوا الاعلان قول. شركات كتيره جدا يعني عندنا عالميه ممكن تبقى بوابه ليها في صناعتها للسيارات مصر. هتلاقي كل الدعم، هتلاقي كل الـ يعني هتلاقي كل الـ 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 الالتفاف، كل حاجه عندنا النهارده ان شاء الله متوفره، طاقه باذن الله وسعرنا اقل من سعر عالمي. ما زلنا حتى اللحظه اللي احنا فيها احنا اقل من الاسعار العالميه. سيادة النائب نورت وشرفت، وانا عارف انك هتصحى من بكره من الصبح بدري. الجلسات الاسبوع ده 3 و4 ويومين تقال مليانين بقوانين ومناقشات واحنا كلنا ومعارك نيابيه. احنا كنواب وانت زميل لينا وزميل فوق يعني حاجه مشرفه للاعلام في البرلمان. يعني حاملين على اكتافنا كلنا خدمه الوطن وخدمه الجماهير، وربنا يوفقنا. وكلنا ثقة في مجلس النواب المصري. كل الشكر لسيادة النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب. نورت وشرفت وهنلتقي أكيد كتير عندما يتم وضع اللمسات النهائية والأخيرة. نبدأ بقى نتكلم وهنفتح بقى قلبنا ونقول كل اللي ما قلناهوش النهاردة. في حاجات ممكن متأخرة شوية هنقولها المرة الجاية إن شاء الله لحد ما تتبلور إن شاء الله 100% بإذن الله إن شاء الله. عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، ما تنساش بس عشان برضه فينا المواطن اللي يقول لك إحنا ينفع نعمل عربيات. بص، أهم ماركتين ألماني في الوجود بيصنعوا هنا، عشان بس تبقى عارف. يعني مش هقول لك بقى عربية مش عارف صيني ولا عربية ماليزي ولا عربية بيصنعوا هنا. فأنت تقدر، العامل بتاعك يقدر، والمهندس بتاعك يقدر، والهياكل الإدارية بتاعتك تقدر، والهياكل المالية بتاعتك تقدر، وأصبح في عندك جامعات وكليات متخصصة جوه تخصص التخصص تقدر، والقيادة السياسية وضعت إرادة واضحة جدا في أيوة يلا بينا نشتغل على إيه؟ هنشتغل على قديمه؟ لا، ده احنا هنشتغل على أحدث أشكال صناعة السيارات اللي موجودة في العالم. فاحنا بإذن الله سبحانه وتعالى جاهزين. هستأذنكم نروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل نستقبل حبيبي وحبيب الملايين مولانا دكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. انتظرونا بعد إذنكم. احمد كريمة ده حبيبي اصلي، فكنا نقعد نتكلم انا هو دايما دلوقتي حتى على الاكلات الشتويه وما ادراكم الاكلات الشتويه. خلونا نجدد الترحيب الدائم، مش هقول بضيفنا العزيز لكن صاحب البيت فيك. الله مولانا كريم. فضيله الدكتور احمد كريمة استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر الشريف منورنا. احسن الله اليكم جميعا لك ولمشاهدينا ومتابعينا الكرام. ربنا يخليك لنا مولانا. مولانا يثور الكلام ويذهب الناس فيما يذهبون إليه ويقعدوا يتكلموا ويتحدثوا على مراته ومش عارف إيه، أضربها ولا ما أضربهاش، هو ده صح ولا غلط. إيه رأيك في حكاية ضرب الزوجات دي يا مولانا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل في كتابه الكريم وعاشروهن بالمعروف. الله أكبر. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله القائل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الله يا حبيبي. ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وأصحابه وأزواجه وخلفائه الراشدين وأولياء الله الصالحين أجمعين. وبعد، الحقيقة يا سعادة النائب الإعلام المحترم يوسف بن الحسيني، يجب أن نفهم جميعا الفرق ما بين الإطلاق اللي هو أو العموم والأمر الخاص. يعني في واقعة ممكن نقول إنها عامة
ومطلقة زي أقيموا الصلاة. ده لا تخص إنسان دون إنسان، الكل. الخطاب للمكلفين. حلو. وهناك وقائع خاصة، وقائع خاصة. يعني بلاش كلمة ضرب الزوجات، نقول إيه؟ باب طرق تأديب الزوجة. بس أي زوجة، هل الزوجة اللي بتخطئ خطأ بسيط ولا الناشز؟ بطبيعة الحال تأديب الزوجة إنما للمرأة أو للزوجة الناشز التي خرجت عن حدود الله عز وجل، خرجت عن حدود الله عز وجل. وهذا هو المعني بقول الله تعالى في سورة النساء: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن. حلو. وبعدين واهجرهن في المضاجع. حلو. واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الفقهاء لما تناولوها ما تناولوهوش على إن الموعظة والهجر في المضجع والضرب غير المبرح إنه واجب أو لازم. لا، مباح. يبقى الأول هنبعد عن حاجتين، لا هو واجب إلزامي ولا هو مندوب. أمال قالوا إيه؟ قالوا ده يجوز، يجوز أنك تفعله ويجوز أنك لا تفعله، ويفضل ألا تفعل. ما هو الضرب والإزاء، ما هم قالوا بقى في الآخر كده. بس الأول بنبسطها لمشاهدينا ومتابعينا الكرام، إن هي الأوامر هنا مش إلزامية. مش عايزين نعمل زي المذهب الظاهري أو المتسلفة الوهابية اللي هم بياخدوا شواشي أو رؤوس خبط كده عشوائي لإيه؟ للأمر أو النهي، تجريد الآيات من معانيها إلى ذلك، أو نزع السياق. سليم. الـ 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 الفقهاء قالوا إيه؟ سبحان الله، إن هم سبقوا العصر الحديث. الـ الإمام الشيخ الدردير آخر فقهاء المالكية، طبعا أنت عارف إنه هو من بني عدي، من أسيوط، وضريحه العامر في الغورية. طبعا خدت بالك. وهذا الرجل كان من المجددين والموسوعيين في نفس الوقت. الشيخ الدردير قال كلام يكتب بماء الذهب. قال الأفضل العفو إبقاء للمودة. العفو. اه بس احنا بنتكلم عن مين؟ مش أي زوجة. أنا عمال أبسط للمشاهدين المتابعين، يا ناس تأديب الزوجة الناشز. إنما غير الناشز اللي هي ممكن تختلف معاك خلاف عادي في مأكل، في مصروف، في مشرب، خلافات زوجية من اللي بتحصل كل يوم يعني. دي خارجة عن الموضوع نهائي. إنما احنا القرآن تكلم عن المرأة الناشز، لأن ربنا قال الصالحات قانتات. القانتات قالوا مطيعات لأزواجهن في حدود الله عز وجل. حلو. الصالحات قانتات. إنما الناشز خرجت عن حدود الله عز وجل، يعني تكفر العشرة. خدت بال حضرتك؟ لا تقوم بما أوجبه الشارع عليها من الواجبات، وطبعا لها حقوق. أنا أنصحها وأوعظها. نعم. لحد الآخر ما وصلناش لحلول، فطلاق بإحسان. بالظبط. ولا مد إيدي ولا إلا أدبي ولا بتاع. شوف هنا حضرتك الشيخ الدردير قال بقى رحمة الله عليه، من أواخر شيوخ المالكية: لا يجوز الضرب المبرح اللي هو بيسبب كسر أو إتلاف أو جرح إلى آخره، ولا ولو علم أنها لا تترك النشوز إلا به. ده لسه هيكلم كلام أخطر. قال فإن وقع، يعني لو أن الزوج مع المرأة زوجته الناشز ضربها ضربا مبرحا فلها التطليق عليه، يعني لها أن تطلب الطلاق للضرر لسه، ولها القصاص منه. الإبراح في الضرب ده هل بالضرورة يعني، وأنا ده سؤال، إنها مش عارف تتعور ولا لا؟ الإهانة في حد ذاتها. بالضبط. يعني لو واحد يقول لك أصلا ضربتها بالقلم على وشها، بس أصلا دي حاجة لا كسرت ولا عورت ولا لا 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 لا، ودي إهانة وقلة أدب. على فكرة على الوجه نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هنا حضرتك العلماء لما اتكلموا عن
الضرب كأمر استثنائي على غير الأصل. الأصل العفو. الأصل هو العفو. العفو، خلي بالك بقى أحسنت. يبقى الأصل إيه؟ العفو. إذا كان العفو مع غير الزوجة وإن تعفو أقرب للتقوى. مش كده مش ربنا قال كده؟ أصلك أنت كبني آدم هل هتقبل إن أمك تضرب؟ لا. أختك؟ لا. بنتك؟ طب ليه الست دي تضرب يا أخي؟ بالظبط. فالأصل إيه؟ العفو. قد يصار إلى استثناء بسيط في حالات قليلة جدا وهي المرأة الناشز، ولكن الفقه زي ما قلت لك قالوا إيه؟ قالوا إبقاء للمودة، خدت بالك؟ ومراعاة للآدمية. أيوة. ولذلك لنا في رسول الله أسوة حسنة، وكان نفس الناس اللي اتكلمت في هذا الموضوع يلتفتوا الأول إلى التأسي برسول الله. شوف الوصفين قالوا إيه؟ ما ضرب النبي امرأة قط. الله، ادي السلوك النبوي هو ده بقى. ما ضرب النبي ايه امرأة قط. شوف حتى لدرجة لما نقرأ سورة الأحزاب وبعدين تكاتفوا عليه، قالوا له يا رسول الله يعني احنا بنعيش معك على التمر والحليب ونساء كسرى وقيصر يعني الفرس والروم يتمتعن بالجواهر وبالحرير وبالفاخر الأكل والشراب، يعني معناها ان المعيشه بتاعتك دي ما تنفعناش. عملوا عليه تكتل. فربنا شو بقى بينزل يقول يا نساء النبي الله لستن كأحد من النساء. وبعدين بيقول يعني ربنا سبحانه وتعالى بيخيرهم، ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن يعني تاخذوا ايه نفقه المتعه واسرحكن سراحا جميلة. جميله من دي صراحه ايه الكلام الحلو عامل ازاي جميلة. جميلة. واحنا عندنا في القرآن فيه الصبر الجميل والعفو الجميل، وهنا قال صراحة ايه صراحة جميلة. جميلة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يواجه هذا بالشدة ولا بالعنف. انت عارف الرسول عمل ايه؟ ولم يطردهن من بيوتي ولكن اعتكف في المسجد. حتى ان واحد راح لسيدنا عمر عبد القادر قال له تعالى فازعا، قال له ما هل جاء السفياني عشان ده راجل كان بيتربص به من الأعراب؟ قال لا، حصل ما هو أشق من هذا، الرسول سيطلق نساءه. طبعا ستنا حفصة بن سيدنا عمر كانت من ضمن الأزواج. فالمهم ذهب سيدنا عمر فوجد الرسول فين؟ معتكف في المسجد. يعني الرسول ما طرد زوجة. شوف زعله جه ازاي؟ ده هو اللي مشي من البيت. ما طرد وما ضرب وما نهر وما شتم. أبداً. يبقى النهارده لما نيجي للمرجعيه الكبرى يبقى ايه رسول. التأسي والاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما الحاله الاستثنائيه اللي هي في الايه ليست ايجابا ولا الزاما وليست سنه وليست ندبا، ده مباح. وانما الاصل العفو. بس كده. مولانا كما جرت العاده بتجيب الحاجة في قلبها. أنا بشكرك جدا 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 ونورتنا وشرفتنا كما جرت العادة، وإلى لقاء قادم الأسبوع الجاي لعله يكون لقاء أطول وأكثر إفادة. كل الشكر لمولانا الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. اوعى تمد إيدك على سند، اوعى. خلصت الحلقة. لو كلنا العمر نتقابل بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة. سلامات.